بنرجع إذن من بعد هالبريك سوا إلى استوديو عالم الصباح ومنتابع فقراتنا لليوم، وأوعدكم أنه جين رح تنضم لنا وعندها مجموعة من النصائح يلي هي أكيد الاهتمام قبل ما يوصلوا فترة الأعياد والسهرات بخصوص الجمع. صباح الخير. صباح النور. في وقت بعد يلي ما بلش لازم بس هلا لانه بعد يعني شوي فوالا بدنا نلف الكادويات وبدنا نبرم اسم الله الزين اللي بلبنان بتطير العقل، يعني ما فيك تقعدي بالبيت صح قد ما حلوه واوقات هيك ايه ونشاطات كثيرة دونك يعني بدك تلحقي بس اكيد من هلا بنبلش نهتم ببشرتنا حتى نوصل على راس السنه يما 2016 ان بوتي اكيد يعني بجمال خيري حجزوا لي يا بنات بالجميزه وصيدا ومبعبده حجزوا لغدا شي ثلاث ايام هلا بتعرفي في كثير بنات بلشوا يسهروا 16 18 ومع اصحابهم وبدهم يخبوا الميك اب بالميك اب الحبوب، دونك اول صوره حنشوفها اللي هي هالحبوب قد ما خبيناها نص السهره حتنبز بدها تبين سو نصيحه لالن يعملوا هلا تريتمنت. نحن اللي عاملينه بالجميزه وصيدا وبعبدا كل فيشل يعني بتاخذ كريم حتى كريم بيساعد انه يخفف هالحبوب بيطلع على تريتمنت كادو دونك ما بتكون دفعت الفيشل العلاج للبشره بتكون بس اخذت الكريم واستمتعت بتريتمنت للوجه بيطلع وجهها عم بيضوي وبذات الوقت هالتريتمنت بيكون دبل افي لانه بلشنا نظفنا جوهرنا هالجلده وبعدين نحن بالبيت بنعلمهم كيف يهتموا ببشرتهم حتى يضاين يعني حتى يكفي ما يرجع عن جديد لورا 100% هلا اوقات بتحطي كثير فوندو تاع بس اذا عندك تشات حيبقوا لوحده يعني قد ما تخبي اوقات بتوصلي لوقت مثل هالصوره اللي بنبلش بتاش دو روسور هلا بنشوفها صغيره فوالا بنبلش بتاشات صغيره بس هاو الصغيره اذا ما بنعالجهم مثل في ست قالت لي ما عم بيروحوا انا افتكرت بيروحوا لوحدهم ما بيروحوا لوحدهم هلا في كثير بنات صغار تعرضوا كثير للشمس وهيدي صارت بصيدا في دموازيل زغطوره اجت وعندها تاش دو روسر نحن بنسميهم هدول هيك كثير حلوين ناعمين بس على الشمس بيزيدوا كتير. زادوا كبروا دونك كمان في الفوتو ريجوفينيشن يما اذا اكثر من هيك هرمونال في الجليكوليك اسيد يما الاسيد دو فروي يما في تريتمون ميلازم يما في عندنا الاف اي 3 للكلف المزمن يعني كيف ما بلاميت بدهم يروحوا من اول جلسه بيفرق دونك اكيد كمان بننصحهم بكريم دونك يا بياخذوا التريتمون بيطلع لهم الكريم كادو يا بياخذوا التريتمون الكريم بيطلع لهم دونك يا هي يا هي بس في كادويات بجميع الاحوال بس الكريمات لوحدها ما بتفيد يعني في كثير ستات بيقولوا لي صار لي 10 سنين بحط كريمات وما استفدت اكيد يا مدام كريم لوحده ما بيعطيك النتيجه بدون ما نشتغل على الجلده باول وثاني وثالث طبقه هلا بنعرف بالشتاء يا شو حلو الشتاء بلبنان بلشت تسقع بنلبس فورور بنقعد حد الشمينه حضروا لي الشمينه لانه نحن عندنا بثلاث فروع شمينه بس هي على التي في دوروا التي في نحن الامبيونس عندنا هلا السابان والشمينه وعم نقدم كمان غير الكادويات اشياء كيوت بالاستيتيو سو فايتين بالجو الماكسيموم كمان كل ايامكم فرح يا كل لبنان كل لبنان يس 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 في بواشر حلوه فرح قريب شو طالبين دخلك للبنان انه ما طالبين غير انه نروق حتى اللبنانيه بنضلنا بنقول كلنا حياته بنعرف بنعيش بس انه بدي واحد يكون على الارض هيك يقدر هذا موضوع اخر ما رح نحكي سياسه خلينا هلا نظبط حالنا لازم تنزل لعنا تعمل الايدراتاسيون حتى شو ما حطيت على وجهك يبين عم بضوي يعني اذا البشره ناشفه الفوندو تاع بده يطقطق بده يطلع هيك شوفي زيت الشي بيطلع الفوندو تاع مطقطع سو الايدراتاسيون هو سواء ايدرا ديرمي فرنساوي بامتياز بيساعد البشره
إذا حبينا نحط فونت التا مع إنه من بعده ما منا بحاجة، بتحسي البشرة قد ما حلوة حرير، منا بحاجة نحط فوند التا تيطلع بيطير العقل، واكيد كمان بيطلع لكادو مع الهيدراتاسيون. اوقات اغلبيتهم بياخذوا سوان كونتور ديزيو لانه تحت العين بتكون فيها تجاعيد، فيها ترهل من وراء نشاف بالبشره. ولانه هلا حيزيد بالشتاء سو بنصحكم هلا تبلشوا فيه، والسيروم تستفيدوا بالصيف بس الشتاء بنقول لانه برد اللي حيزيد اكثر، وبالصيف لانه شوب وشمس. فوالا هلا اللي حيزيد اكثر هو الكوبروز، يعني ها وشلوش صغيره بالوجه. في كثير بنات وستات بيفتكروا انه هيدا طبيعي يكون بالوجه، اوقات بيعطينا هالاحمرار الحلو بس وقتها يكون بهالطريقه ابدا ما حلو، والمشكله تبعه اذا زادوا بيصير انه نعالجهم اصعب، واوقات بيوصل للاكزيما. تما نوصل لمشاكل جلديه كوبروز منفوت بعشر دقائق نعمل فوتو ريجوفينيشن اكيد تحت اشراف طبيب مختص، بنطلع بنحس انه دغري فرق بظرف جمعه جمعتين، البشره ولا احلى من هيك. وننصحهم ياخذوا كريم معه حتى كمان كل الشتويه ما يرجع ويكون الريزولتا بيرفكت. نعرف كل الستات بهمهم بال 2016 يكونوا امبوتي، يعني ما في ترهل ببشرتهم مثل هيدي الصوره. هلا اغلب سيكاتريس، سوري هيدي السيكاتريس. سيكاتريس في كثير بنات وستات فقدوا الامل انه الجور بالوجه من وراء حبوب حب الشباب اللي كان مزمن عندهم، راح حب الشباب بس ترك هالاثار. حلهم صار بسيط هين، بتفوتي بظرف ساعة بنحط كريم نرجع، بيشتغل ليزريست دكتور رضوان مشموشي يما دكتور يونس درماتولوج على هالجلدة، بتطلعي مدوم احمرار، بتكفي نهارك، بتعملي الشوبينج تبعك، بتكفي سهرتك، ما في ولا شيء ببين على بشرتك، بظرف جمعة ببين الريزولتا، على راس السنة بيكون بيطير العقل. هذا مهم. سو الحلو بعد 3 شهور و6 شهور كمان بيكون احسن واحسن، واكيد طلبوا الكادو تبعكم لانه من هلا لراس السنه كادويات كتار. هلا في كثير ناس مش بس السكارز بالوجه كمان ستريتش مارك، هلا وقته نهتم فيه لانه بجلسه بيفرق 50 لـ 80%. قبل ما نوصل على الصيفيه ونقول هلا بدنا نعمل ستريتش مارك يما اللي هو بنسميه تشققات بالجسم. وخصوصا انه سعره مقبول، يعني $300 بتخلصي من بهالمنطقه بظرف ساعه شغل على هالمنطقه. مثل ما قلت مثلي بعد ال 40 صرنا 48 بهمنا ما يكون في ترهل، ان كان بالرقبه بالكو بهالمنطقه بنحس البومات مع العمر بيقشط، دونك حتى نحافظ على كل هالجلد الحلوه ما قلنا غير الليفتنج فيس. هلا في كثير ستات بيعملوا البوتوكس والفيلر بتساعد المنطقه الفوقانيه، المنطقه التحتانيه كمان في سيروم كثير قوي بيساعدها. نحن عم نقدم لهم ليفتنج تريتمنت بيساعد هالمنطقه مع السيروم حتى تشد، حتى على راس السنه يكون منظر كثير حلو. اكيد التجاعيد كمان وحده من مشاكل اللي بتعاني منها الست خصوصا وقتها نضحك. لا في كثير ستات بيعملوا بوتوكس بضل فيها التجاعيد، كمان لهم حل ان كان مثل هيدي الست بالوجه التجاعيد وحول العين وبالرقبه. في الليفت مينت اللي عندنا فيشل بتحسي انه كواهن، كمان مع السيروم بيساعد الافي يكون دبل. هذا انت بتحبيه هيدا التريتمنت، بس انت بالنسبه لك بتروحي تتغنجي، هيدا ما مش للتجاعيد، هيدا بس تغنيش. حلوين التجاعيد، انا بحبهم بس انا بحب انه اذا بيقولوا لي مبينه اصغر بخمس سنين بقول معناتها ام ا جود بيوتيشن، يما انا محافظه على جمال الطبيعه. هلا هيدي الست اللي حنشوف صورتها تقريبا بالسبعين سنه، انا حلمي يكون هيك بدون ما اعمل بلاستيك سيرجن، بدون ما اعمل عمليات تجميل. الخدود حلوه، الرقبه مرتبه، الفرون حلو،
دونك بهيدا بتريتمون الاف اي 2 والاف اي 4 صار فينا ناخذ هيك ريزولتا. يعني عمرك 70 بتبيني 50 يا ما 60 بترتيب حلو. واكيد نحن عم نهتم بالايدين، يعني بنقدم لهم الايدين كادو لانه بمناسبه الاعياد حتى ما يكشفوا عمرنا، لانه بنعرف الايدين دائما لازم يكونوا بيرفكت مثل الرقبه مثل الديكولتي لانه بيكشفوا عمرنا. مزبوط كل شيء بيكشف العمر، ما عاد تطلع بالعين بيكشف العمر. لا هلا حلو انا بقول عمري وام براود اوف ات، يعني تستلذي يكون عمرك 48 لانه عندك خبره بالحياه طبعا، وعندك صار ثقافه مش بس تجمليه عامه وامور بتستلذي فيها اكثر من وقتها كنت بالعشرين. بس حلو تبيني انيقه، يعني وقتها تفوتي على المجتمع ان كان بغدا بعشاء بعزا تحسي انه هالليدي فايته، ليش لا؟ اه طبعا نسبة. اكيد هذا هذا المفروض. شوفي عنا حلقة سبيسيال نهار الأحد منشوفها بهالبرومو. يلا التغنيش عنا تريبل بمناسبة الأعياد، وخصوصا لكل اللي عم يحضرونا واللي محرقصين لأنه حول العالم ببلاد العربية بأوروبا بأمريكا جايين يعيدوا معنا. سو تريبل كادويات لألون لأنه عم بيتحرقصوا دايما. أنا جاي من برات لبنان له تريبل كادويات هيك صاري خلاص قولوا نحن جايين من برا بنهتم فيكم على جميع الأحوال. بس لأنه دايما بيقولوا لي إنه جايين نحن بنتحرقص، كل شهر بتعملي اوفر وكل شهر بتعملي بروموشن وكل شهر بيطلع كادو. بدنا هلا هاو كلياتهم ناخذهم هلا بنفس اللي رح يطلع لهم. اكيد اكيد ان شاء الله دائما بنعاد عليك وبنرجع نلتقي فيك. رح ننطر حلقه نهار الاحد الساعه 11 الله راد نشوفك اسبوع الجاي. لكن بون ويك اند لك.